السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو الفرض الأول في مادة الفرنسية للمستوى الثالث ابتدائي الدورة الأولى. activité de lecture. شوفنا أول حاجة عندنا l'activité de lecture. غادي نقراو هاد لو بوتي تكست هذا وغادي نجاوبو على لي كيستيون دو كومبريهنسيون. à l'école. à l'école هي في المدرسة. أمين دي أنس. أمين قال لأنس à l'école في المدرسة. il y a un nid. le nid هو العش. قالوا بلي كاين في المدرسة واحد العش. هو العش هو هنايا sur le branche de l'arbre على غصن الشجرة. dans le nid يعني داخل العش il y a un petit animal يعني هناك واحد الحيوان صغير. أمين وأنس sont des camarades. أمين وأنس أصدقاء. أمين mange une poire. la poire هي الإجازة. أمين mange une poire et أنس mange une pomme. وأنس يأكل تفاحة. pomme هي تفاحة. نعود نقرأ التكست. à l'école. أمين dit à أنس à l'école il y a un nid. Dans le nid, il y a un petit animal. Amin et Anas sont des camarades. Amin mange une poire et Anas mange une pomme. D'abord, une deuxième question, compréhension de l'écrit, des questions de compréhension. Je lis le texte, puis j'écris, vrai. هي صحيح. فو هي خطأ. à l'école في المدرسة il y a une banane. à l'école شنو كاينة؟ قلنا à l'école il y a un petit. à l'école il y a un nid. يعني في المدرسة كاينة واحد العش. à l'école il y a une banane. هادي خطأ. alors غادي نكتبو فو. Anas mange une pomme. نشوفو لا ريبونس من لا فراز. أناس مانج اون بوم يعني سي فري. à l'école il y a un nid. oui c'est vrai. هي à l'école il y a un nid. vrai. غادي نكتب vrai. je complète la phrase du texte. غادي نكمل من جملة من النص. dans le nid. يعني dans le nid. هي dans le nid. شنو كاينه؟ il y a un petit animal. غادي نكتبوها il y a un. باش يظهر لكم بوضوح اكثر نكتبو il y a un petit animal. il y a un petit animal. il y a un petit animal. je colorie les mots qui vont avec l'image. غادي نلوط الكلمات اللي كيجيو مع الصوره. alors في الصوره هنا شنو عندنا؟ سي كوا؟ هذا لوني العش. العش ديال العصفور. غادي نلونو الجواب اللي مع الصوره. alors سي كوا؟ واش ان ليفر un oiseau ou la ani. je colorie les mots. alors شنو عندنا؟ ani. غادي نلونو ani. ani هو العش. واش كاينه ان oiseau؟ وي ها هو الوازو. حتى هي غادي نلونوها ان oiseau. ثم قال je colorie les mots. ان ليفر هي الكتاب وهنا ما كاينش كتاب. exercice écrit. je barre le mot qui ne convient pas puis je complète la phrase. يعني غادي نزول الكلمه اللي ماشي صحيحه ومن بعد نكملو في الجمله ونكتب. عندنا اون وعندنا ا. لا فراز ديالنا هي لي زيليف كارني. التلاميذ عندهم واحد لو كارني واحد المذكره. لي زيليف هنا كنشوف بلي هي جمع. ملي كيكون عندنا الجمع كنعملو اون. غادي نكتبو هادي
ne convient pas. Regardez ce bout. On. Les élèves ont un carnet. Adna sur, il y a l'ordon, il y a d'achila. Le cahier et la table. Le cahier, il y a le daftar. Tawila. Je ne vais pas dire d'achila tawila. Je dans le table. Dans la table, non. غادي نقولو سور لا طابل على الطاولة أو لا فوق الطاولة. جو سولين لو فيرب دون شاك فراز. لو فيرب هو الفعل. غادي نسطرو على الفعل في كل جملة. سليم أم لو بارفان. سليم يحب العطر. في لو فيرب سي أم. لامويت إي لا شويت فول. هو الهر بعدنا هو فول، يعني فول هي تطير، يعني لا موات ولا شوات كيطيرو، لا شوات هي بوم. سامي جو دون لا كور. سامي يلعب في الساحة. هو الهرب سي جو. جو كومبليت باغ إيل اللي كتعني هو أو لا إل هي. إيل كنعملوها ملي كيكون الإسم masculin singulier اسم مذكر و ال اللي كتعني هي كنعملها ملي كيكون الاسم فيمينا singulier. عندنا امينه جو على كورد. جو على كورد زودنا هاد امينه هادي. الوغ امينه اسم مؤنث باش غادي نعوضوها باغ ال غادي نكتبو ال. كريم ا ان جوي. كريم عنده لعبه باش غادي نعوضوه غادي نعوضوه باغ ال هو إيل. الختمة ديال التمارين دابا عندنا برودكسيون دو ليكري. جيكري 4 مو دو مون شوا. غنكتب ثلاثة الكلمات من الاختيار ديالي انا فيهم لا لتر ان. شنو غادي نكتب الا ما عرفناش شنو نكتبو؟ يعني في الامتحان ما خلوش هاد الفراغ. دوزون تكست دو كلمات. عندنا ان شنو غادي نكتبو؟ اني ني اني. دابا لا لتر او نكتبو كلمه فيها لا لتر او. غادي نكتبو مور. مور هو الحائط. لا لتر سي في لو تيكست عندنا انس اي اني سون دي كاماراد. يعني نكتب كاماراد كاماراد. لا لتر بي نكتب اون banane. Une banane. Je mets en ordre les mots pour écrire des phrases. Regardez, je vais vous dire que je vais écrire des mots là. Et il n'a pas Amin Amadou avec. Il y a un jour l'asma. 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 Il y a un Amin. Et avec ma Amadou. Ma Amadou. Vont ils cirque au dehbo innahum cirque wa cirque au ila. Gadi nbdaw le sujet. Il le verbe vont au cirque. ذهبوا الى السيرك. جو كولوري لو مو كي كوريسبون او ليماج. يعني اللون اللي جو كولوري لو مو كي كوريسبون ا ليماج راه اللون الكلمه المناسبه للصوره. سي كوا سي تو جيراف. جيراف يا زرافه. جيراف غادي اللون جيراف. سي كوا سي تان كيمونو. كيمونو هادي اللون كيمونو. سي كوا عندنا كار او لا ساك. سي تان ساك. هادي اللون ساك. ساك. جيكري دابا ليكريتور كوبي. جيكري لي سيلاب اي جو ريكوبي لا فراز. عندنا هنا لا لتر اي غريك. غادي نحترموا القياسات وغادي نكتبوا ما فوتوش شي واحد السطر نكتبوا
Y, 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 Y. Maintenant, Z, Z, Z. Maintenant, P. P avec écart, ça donne P. Think to P. 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 Gaz. I think tip. Gaz. Gaz. عندنا ان بيجاما. ان بي جاما. ان بيجاما. مريم va à l'école. غادي نكتبو مريم va ذهبت à l'école إلى المدرسة. هنا عندنا لو شا اي جولي القط جميل. غادي نكتبو لو et joli. هنا بقى لنا المكون ديال لا ديكتي. هنا ما عليكم غير تراجعوا الكلمات اللي عندنا في لونيتي 1 في الوحده الاولى. هذوك هما لي لو ميتر ولا لا ميتريس اللي غادي يكونوا عندكم في الديكتي ان شاء الله. اي بون كوراج.